نحن نتجول بكم في أزقة المدينة القديمة بمردين. ما أحلاها من شوارع رائعة جدا، عبق تاريخي يتحدث. نزلنا بكم من قلعة مردين متوجهين إلى متحف مردين القديم العريق الدال على قدم المنطقة. هدوء، سكينة، راحة واطمئنان في أزقة المدينة القديمة بمردين. المنازل، أبوابها، نوافذها، جدرانها، سبحان الله العظيم. مدينة راقية تدل على تاريخ المنطقة من ألفه إلى يائه. صراحة لم أستطع الحديث أصلا وأنا أتجول في هذه الأزقة. نحن في أرقى شارع في مدينة مردين، إنه شارع الثقافة الذي يحتوي على المقاهي الأدبية. تأخذ فنجان قهوة أو كأس شاي وتتمتع بعبق التاريخ، وتتمتع بقراءة الكتب التي تتعلق بكل أنواع العلوم. استمتع وتمتع في شارع الثقافة. سندخل بكم إلى أجمل المقاهي الأدبية هنا في شارع الثقافة، نتمتع مع بعض. كما تشاهدون مكتبات صغيرة يضعون فيها الكتب. القادم إلى هذا المقهى يتمتع بشرب الشاي ما شاء الله، ويختار الكتاب، عنوان أي كتاب يريده، رواية أو كتب التاريخ أو الفلسفة أو الأدب، وبلغات شتى. هنا اللغة التركية وغيرها، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية. ما شاء الله، هدوء وسكينة وجو يفرض عليك المطالعة والقراءة. بالإضافة إلى أنهم يضعون كل الأشياء التقليدية واللوحات الفنية المعبرة عن تاريخ المنطقة وثقافة المنطقة بالضبط. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. ما شاء الله، يعطيك العافية إن شاء الله. أعطيني شاي. شاي أوكي. نعم شكرا. هدوء وسكينة وراحة بال عند دخولك إلى المقهى الأدبي، يوفرون لك كل شيء من أجل راحتك. ما أجمالها من ثقافة. Thank you.
نهاية شارع الثقافة هنا بمدينة مردين يوجد مركز الثقافة والسياحة. يعتني هذا المركز بكل الأفكار الإبداعية التي تليق بمجال الصحافة والإعلام والسياحة والثقافة. تبادرت في ذهنك فكرة، فلا بد عليك أن تجسدها على أرض الواقع من خلال تقديمك ملف إلى هذا المركز لتدرس هذه الفكرة ويضعونها لك هنا في مدينة مردين، بالضبط في مركز الثقافة والسياحة. هنا ينتهي شارع الثقافة الذي يحتوي المقاهي الأدبية. في نفس الطريق نجد المتحف القديم لمدينة مردين، فيه بعض الآثار المتعلقة بالتاريخ، نعم بتاريخ الحضارات التي مرت على هذه المدينة. نقطة أخرى، هذا العمود القديم كانوا يضعونه من أجل الإشارة إلى اتجاه عواصم العالم، وكذا المسافة التي تبعد من هذه النقطة إلى الوجهة التي تريد أن تتجه إليها. هنا كما تشاهدون القدس مثلا تبعد حوالي 1160 كيلومتر، مكة 2613. فكرة رائعة لا تزال قائمة وأعادوا تجديدها هنا كما تشاهدون. الإبداع ماذا يصنع؟ صورة تعبيرية عن كيفية طباعة القطع النقدية قديما، ويضعون هناك أشكالا لهذه القطع النقدية في زمن قبيلة أرطوكلو. هنا بغداد مدينة السلام، وهنا الموصل. نعم، الشيء الجميل أنهم يضعون لك ورشة حتى تعيش تلك اللحظات، لحظات التصويرية التي وضعوها هنا في هذه الصورة، وتأخذ القطعة النقدية فارغة كما تشاهدون، فارغة، وتطبع يعني أي قطعة نقدية شكلا تريدها. نأخذ مثال عن ذلك، بسم الله، نحاول طباعة هذه القطعة النقدية، نضعها في مكانها المناسب، بسم الله، نأخذ المطرقة، بسم الله، هكذا قد طبعنا قطعة النقدية بغداد مدينة السلام، عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، أبا بكر، خلفاء الراشدون، ما شاء الله. ثم يضعونها لك في كيس صغير. لكل زائر إلى هذا المتحف وسائح للإطلاع على تاريخ هذه المدينة، ومعها قصاصة، كل قطعة معها قصاصة. نأخذ قصاصة هذه القطعة، مكتوب فيها تاريخ استعمال هذه القطع النقدية وغيرها والمنطقة التي كانت تستعمل فيها هذه القطع. يسوقون لكل شيء، ما شاء الله تبارك الرحمن.
السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. مرحبا. بارك الله فيك. شكرا. في هذا المتحف على غرار بقية المتاحف الأخرى، إذا أردت أن تقتني شيئا يدل على تاريخ المنطقة يتيحون لك الفرصة من أن تصنعه يداك، ويكون هذا الشيء ذكرى طيبة لك دالا على هذه المدينة الطيبة مردين. هنا كما تشاهدون هذه الرموز، مثلا هذا رمز ميزوبوتاميا الدال على الأراضي الموجودة ما بين نهر دجلة والفرات، هذه الحمامة رمز على الحرية والسلام، وهذا الرمز هو الآخر الدال على شجرة الحياة. نعم، هذه الرموز كانت تستخدم عند أهل المنطقة. نختار واحد منهم، هذا الرموز، هذا الرمز على بركة الله. بسم الله. بسم الله. على قطعة قماش. بسم الله. هكذا نضغط. بسم الله. يظهر هذا الرمز على قطعة القماش، ثم اللمسة الأخيرة هي ذكرى من متحف مدينة مردين. ذكرى طيبة من مدينة طيبة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. لقد شاهدتم كل ما يحتويه هذا المتحف الرائع من آثار قديمة دالة على الحضارات التي مرت هنا بمنطقة مردين، الرومان، الفرس، السلاجقة، العثمانيون وغيرهم، بالإضافة إلى الفتوحات الإسلامية التي كان لها الأثر على أهل المنطقة. من أروع الجولات التي قادتني هنا في مدينة مردين هذا المتحف القديم الذي يدل على تاريخ المدينة والأقوام الذين مروا من هنا. نعم، بدون أن أنسى إطلالة هذا المتحف على سهول وأزقة وأروقة ومنازل مدينة مردين، بالإضافة إلى سهولها. أنا أحييكم تحية طيبة وأقول لكم لكل زائر إلى هذه المدينة تمتع بعبق التاريخ، وأدعو للذين رفعوا راية الإسلام هنا وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلهم ثانيا أعلنوا كلمة الحق وأدخلوا الناس إلى الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنات أروى السماوات والأرض أعدت للمتقين، رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.